وقال لي وانتم كيلو حكم مواتكم وتلو حكم خيرية وتجيو عندنا، سير قلب على والديك. هاني الحراق، شاب مغربي 25 سنة، شاءت الأقدار أنني نكون واحد من ولاد الخيرية بحكم عشت في الخيرية. اليوم أنا كنشتغل في مكاتب الدراسات لإعداد وصياغة المشاريع الاجتماعية، ثم فاعل جمعوي مهتم بمجال مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ثم كنشتغل أيضا مصلحة العديد من الجمعيات والهيئات سواء الوطنية أو الدولية. أنا حليت عيني في الخيرية، دونك ما كنعرفش كاع والديا. كان بالنسبة لي الخيرية هي كل شيء. أصعب مرحلة في حياتي فاش خرجت من الخيرية، كاين القانون اللي كينظم الخيريات، درتي 18 عام خصك تخرج من الخيرية، سواء دري ولا درية. أنا عمرني ما كنت كنفكر في هذاك النهار، وعمرني ما تصورت كيفاش ممكن يتعالج هذاك النهار ولا يجي هذاك النهار. حتى جا فعلا واحد النهار، درت 18 سنة، صراحة خرجت لواحد الغابة كبيرة، واحد العالم اللي ما عمرني شفته وما عمرني عرفته. أول ليلة أنا خارج الخيرية ما نعش بعدا، وماشي غير أول ليلة، أول ليلة وثاني ليلة وثالث ليلة، لأنه شنو نقول لك، يعني كتحس براسك الوحدانيه بزاف وصعيب. يعني كنت كتقول انايا كنت امير في الخيريه اللي كنت فيها. كنت واخا يعني انا شوف، ملي كنقول امير وكنقول كنت مفشش، هذا ماشي يعنيش انني دوس معاناه داخل الخيريه. كاينين معاناه نفسيه ومعنويه، ما نكذبش عليك. انايا واحد اللحظه من اللحظات فكرت انني نهي حياتي كاع، كنقول صافي ما عندي حتى شي واحد، اش غنبقى ندير في هذه الدنيا. ديك الساعة ربي عز وجل صفت لي ناس اللي ما عرفتهمش وما كنعرفهمش وعاونوني ووقفوا معايا. انا كنت مريض بزاف في صغري، وانا في الزنقة رجع لي المرض ديالي وتمشيت كاع نعس في السبيطار، وكان خصني نشري شي دواء. مشيت لواحد الإدارة من الإدارات على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، وتلاقيت ديوان ديال المسؤول اللي انا بغيت نمشي عنده، وقلت له رانا ما باغي والو من غير انني باغي ناخذ الدواء. ما عنديش الدواء. اللي كتمشي عنده كيقول لك خلص لوغدونونس، وانتم كاداره عموميه ديال الدوله لازم توفروا لي انا الدواء بحكم انني انا واحد يعني من الدراري اللي عاشوا في مؤسسات ديال الدوله. وقال لي وانتم كيلو حكم مواتكم وتلو حكم خيريه وتجيو عندنا، سير قلب على والديك. فهنايا فهمت باللي ما يمكن حتى شي واحد يدير لك شي حاجه الا ما درتيهاش انت، ما يمكنش تنجح الا بطموحاتك وبربطتك. الشارع هو معروف فيه جميع انواع الانحراف. انا بحكم لونتوراج اللي عشت فيه عشت نقي، فحتى ملي كنت مثلا في ديك البيريود اللي كنت فيها في الزنقه كنت كنختار دي زوندغوا اللي شويه نقيين باش كنضرك على الواقع. انا نعاود لك واحد القصه. مسؤول اداره ترابيه كان كيدير لنا حفلات ويجيب ولادو ويخلطو معنا نلعبو معاهم، حتى كونت واحد العلاقه ديال ما بين الابن والاب. هذاك العام اللي خرجت انا من الخيريه هو تعيين والي، وما ترددتش نمشي عنده باش نطلب انه يساعدني ويوقف معايا. فعلا في الاول كان صعوبه باش نوصل ليه، لانه انسان يعني والو، لا لبس مزيان لا هيئه مزيانه، دونك راه اي واحد غيشوفك غيجري عليك. لكن كان طموح العزيمه غير باش نوصل ليه، وفعلا الحمد لله توفقت نوصل ليه. وفعلا من يعرفني استقبلني احسن استقبال صراحه، وعنقني ووقف معايا بزاف، واللي نقول سميتو انا ما عنديش مشكل، لانه انسان كيدير فيك خير راه خصك ديما تفتخر به، لانه هو ثقفك وعتقك وعاونك في واحد الظرفيه اللي كلشي تخلى عليك، اللي هو خالد سفير، اللي هو اليوم والي المدير العام الجامعات المحليه. لكن كنقول واحد الاساس، يعني هذا ميساج للشباب، انه راه الا بغيتي الناس يعاونوك راه خصك انت تبين الرغبه ديالك انك باغي توصل وباغي انك عندك طموح وعندك افكار وعندك احلام باش الناس ممكن يعاونوك. يعني الحراق اليوم هو رئيس جمعيه مبادره الامل الادمان الاجتماعي. هذه الجمعيه هذه سبب احداثها او تاسيسها هو سبب واحد، هو معاناتي اللي عشت من وراء الخيريه. اليوم الفوكاسيون ديال الجمعيه ديالي هو ما عمر شي ولد الخيريه ولا بنت الخيريه يعيش داكشي اللي عشتو انا. الحمد لله انه اليوم ما في الخيريه، اي خيريه ديال المغرب ما يمكنش يدري يخرج من بعد 18 سنه وتلوحو في الزنقه. اولا هذاك راه انسان، احتراما لانسانيته واحتراما لكيانه كانسان، احتراما لمبادئ وحقوقه، فما يمكنناش نلوح. الى نلوح انا دري ولد الخيريه، نمشي انا نلوح ولدي في الدار باش نتساوى. رسالتي للشباب المغربي، الانسان بوالو بتا واحد وبتا شي حاجة وقدر يحقق هادشي اللي حققته اليوم. لكن نتوما اليوم بوالديكم بعائلتكم بالمحيط اللي عندكم بالاستقلال شيئا ما الأسري، وما تستطيعوش تحققوا، فهذا من العيب والعار.